السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها بهاي الحلقة. حياكم الله، أيام قليلة تفصلنا عن ذكرى فاجعة المطار اللي نفذها العدو الأمريكي واستهدف أكبر رموز الجهاد قادة السيادة والنصر المهندس وسليماني، اللذين قضا مضجع أمريكا بمحاولاتهم لخروج الاحتلال من البلد لتحقيق السيادة والاستقلال للعراق بعيدا عن هيمنة دول أخرى. أراد الدول الاستكبار دفن تضحيات وخطط القادة الشهداء، لكن اليوم في كل بقاع العالم تقام المجالس التأبينية والاستذكارية لصولاتهم في المعارك وتضحياتهم الفذة وكيفية إدارتهم للخطط بمواجهة العدو، حتى اختتمت آخر محطات حياتهم بتقديم دمائهم قربان للبلد وأمنه. مشاهدي الأحبة، في ملفنا الثاني لحصاد هذه الليلة راح نتحدث عن مسودة موازنة 2023، أول قوانين الحكومة الحالية إلى البرلمان. هكذا تشير معطيات عزم السلطة التنفيذية والدعم النيابي لحكومة الخدمة الوطنية ومساعيها في تقديم الخدمات والنهوض بالواقع الاقتصادي، خاصة وأن مجلس النواب على مقربة زمنية من نهاية عطلته التشريعية، وعلى الرغم من استحواذ الموازنة التشغيلية على ثلثي القيمة الكلية للموازنة الاتحادية، إلا أن التعويل على إدارة وتوزيع الحكومة للنفقات الاستثمارية في كافة القطاعات وترجمة توجيهات أو توجهات رئيس الوزراء بإنشاء الصناديق السيادية، فالشق الاستثماري لابد أن يتلائم مع المنهاج الخدمي الذي تضعه الحكومة في صدارة أولوياتها، غير أن المخاوف من تأخير إرسالها قائمة مع وجود الكثير من النقاط الخلافية بين الاتحاد أو الحكومة الاتحادية والإقليم، وهذا مضاف إلى طبعا اجتماعات متواصلة، وهذا ما تعكف عليه الحكومة حاليا. مشاهدي الأحبة، نتابع في حلقتنا لهذه الليلة هذين الملفين المهمين ونناقشهم مع ضيوفنا الكرام، تفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. ربما إطراء للجميع أن أمريكا نجحت باغتيال الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، لكن ذكرهم الخالد ومساهمتهم بتحرير الأرض ما زالت حاضرة، وهذا ما يخلدهم في نفوس وذاكرة العراقيين بل وكل من كان يهدده خطر داعش في المنطقة، لأنهم كانا يقاومان بكل بسالة ضد العدو لحرصهم على عدم المساس بهذا البلد والحفاظ على سيادته. نتابع تقرير الزميل نهى الشمري ونفتح محاور الحديث مع ضيوف الكرام. رجال وحدوا الأطياف حتى بعد رحيلهم، مع قرب ذكرى استشهاد قادة النصر يستذكر العراقيون بطولاتهم وانتصاراتهم، حيث كانت لخططهم وتواجدهم في الميدان الأثر الكبير في دحر الإرهاب الداعشي، خصوصا في معارك النصر والتحرير حين استحوذ تنظيم داعش الإرهابي على مساحات واسعة من الأراضي العراقية، فكانوا هم السد المنيع أمام توسع الإرهابيين في المنطقة. نحن كل ما نقدمه اليوم كشعب عراقي وفي كل المحافظات العراقية نجده قليل في حق دماء الشهداء الذين يعني سطروا البطولات وحققوا الانتصارات ضد داعش الإرهابية. لولا قادة النصر ولولا الحشد الشعبي والفتوى المقدسة لا اليوم يعني بلاء داعش وصل إلى دول المنطقة ودول العالم أجمع. يذكر بعض من كان برفقتهم في المعارك أن الشهيدين القائدين كانا حكيمين بذهنية القائد الكبير، حيث أرسى قواعد منهجية وفكرية عميقة لمواجهة العدو والحفاظ على الأرض من انتهاكها، بعدم جعل العراق وأرضه ساحة لتنفيذ مخططات دول الاستكبار التي تسعى لإضعاف البلد سياسيا واقتصاديا وأمنيا وجعله تابعا لسياستها كيف شاءت، فكان الشهيدان أبرز من تصدى للأفكار المتطرفة المتجاوزة على سيادة البلد. الشعب العراقي والعراق وتاريخ العراق ومستقبله مدين لهذين الرجلين، واعتقد تخليدهم هو تخليد للقيم الشرف ولقيم النضال والجهاد ولقيم الوفاء لهذه الدماء التي لولاها لكان العراق في أهاب مغاير من الضياع ومن الفوضى ومن الحرب الطائفية. ففي الذكرى الثالثة لجرح ارتقاء الشهيدين يطالب العراقيون بضرورة إخراج القوات الأمريكية من البلد
لاحتلالها السيادة والتعدي على قيادته بالقتل، فلن تخمد نار الثأر في نفوسهم حتى إخراج آخر جندي أمريكي، معتبرين ذلك جزءا من الوفاء لدماء الشهداء ومسيرة تضحياتهم وجهادهم. نهى الشمري، الأيام الفضائية. مشاهدي حياكم الله، وأرحب بضيفي الكريمين الأستاذ عباس العرداوي المحلل السياسي، وكذلك الحاج أبو ضياء الصغير القيادي في الحشد الشعبي. حياكم الله ضيوف الكرام. حاج أبو ضياء الصغير، يعني أبدأ مع حضرتك، نتحدث اليوم عن هذه الاحتفالات التي تستذكر وتحيي الذكرى الثالثة لاستشهاد قادة الانتصارات كما أسمتهم المرجعية. نتحدث هنا عن التضحيات التي قدموها، وكان الدليل على إفشالهم لمخطط أمريكا اللي كان يمتد إلى 30 سنة كما مقرر إلى من المخططين، ولكن أفشلوا هذا المخطط خلال 3 سنوات، ماكو نسبة مقارنة. هل هذا ما جعل الأمر أن يكون صادرا بشكل مباشر من رئيس الولايات المتحدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل هذه الأيام، أولا مناسبة ذكرى استشهاد سيدتنا المظلومة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وكذلك استشهاد قادتنا الحاج أبو مهدي المهندس، مهندس الانتصارات وحبيب العراق، وضيفه الحاج قاسم سليماني. يستذكر أبناء الشعب العراقي، في ليس فقط الشعب العراقي بل تستذكر جميع الشعوب المناهضة للاستعمار والمطالبة بحقوق الإنسان الأصيلة، وليس بحقوق الإنسان التي تدعمها أمريكا أو تريدها أمريكا وبقية الدول المستعمرة. الحقيقة انتصارات قادتنا في جبهات القتال ودحر أقوى قوة إرهابية سلطت على العالم العربي بالذات من أجل رفع كلمة أمريكا وغير أمريكا وإسقاط شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله، استطاع هؤلاء الأبطال وبعد الفتوى المباركة من إمامنا المفدى السيد السيستاني، وفي نفس اليوم الاستجابة السريعة والقوية من قبل القائد الجنرال سليماني، وفي نفس الليلة حضر إلى بغداد بعد طلب العراق، وكذلك لا ننسى أخواننا وأحباؤنا في حزب الله من قبل سماحة السيد الأمين السيد حسن نصر الله الرجل الصادق، استجاب أبناء الشعب العراقي وتوحدوا مع أخوانهم الإيرانيين واللبنانيين من أجل نصرة مذهبنا ونصرة بلدنا. والحمد لله في اللحظات الأولى وفي الأيام الأولى تقدم أبناء الشعب العراقي بأيادي خالية، وحتى لم يكن بعضهم يحمل السلاح، ولم يفكر أحدا في المال أو في المأكل، وكانت أيام عصيبة، وبالخصوص على أخواننا المقاتلين لم يوجد سلاح، فقد للأسف الشديد خليت المخازن من السلاح، وللأسف الشديد نقولها وبمرارة استولى عليها الدواعش في الموصل وأطراف الموصل. هنا كان للشعب العراقي كلمته وبكل قوة وبكل شجاعة، وتصدى لهذا الإرهاب وتقدم بكل قوة، وفي نفس الوقت نشاهد للأسف الشديد نقولها، ولو احنا ندري يعني بسوالف أمريكا وأهدافها، أمريكا كانت موجودة على أرض الواقع في عراقنا، وحسب الاتفاقية انه يوجد بحدود 5000 جندي أمريكي للتدريبات والقضايا الفنية والقضايا الاستشارية، وموجودين بكامل يعني عدتهم وعتادهم، جميع أنواع الأسلحة كانت موجودة عندهم من الطائرات والأسلحة الثقيلة والخفيفة والمعلومات الفنية والإلكترونية والتجسس وكل شيء يملكون، ولم يستجيبوا لطلب العراق وكان وجودهم من أجل حفظ العراق وسلامته، ولم يستجيبوا. يعني حاجة نتساءل هنا، بعد تحقيق الانتصارات يعني كان الأمر بعملية المطار تحديدا من رئيس الولايات المتحدة. نعم. يعني هذه الجزئية يعني يجب أن نتوقف عندها، يعني هو ولهذا أنا أكمل معذرة كلامي، لأن
استطاع الحشد الشعبي وبقية قواتنا الأمنية، لا ننكر وقفة أبناء قواتنا الأمنية حتى أبناء شعبنا العراقي من مواكب الدعم والخيرين الموجودين في بلدنا والداعمين، بعدما تصدى هؤلاء وطردوا الدواعش من بلدنا وسحقوهم وقتلوهم شر مقتلة، وبحدود 3 سنوات أكثر أو أقل شوية، وبحدود 3 سنوات بعدما كان الاستعمار والأمريكان بالذات يتمنون ويتوقعون وهم الداعمين والبانين لهذه الطغمة الفاسدة التي حلت على بلدنا، يتوقعون على الأقل ما أتذكر الرقم بس بحدود 30 أو قسم 20 ما أتذكر، على كل عشرات السنين إلى أن يستطيعوا أن يحرروا العراق من الدواعش. ولكن بسارة العراقيين وعقيدتهم وبطولات الحشد الشعبي وتصديه لهؤلاء الزمرة استطاع طبعا وبنجاح وببطولة وبقيادة الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس وبقية قياداتنا الشريفة المخلصة لبلدنا، استطاعوا أن يكسروا خشم أمريكا، واستطاعوا أن يحطموا هذه الطغمة الفاسدة وبكل قوة وبكل شجاعة وبعد الاتكال على الله أولا واعتماد على أنفسهم. فأكيد صارت كسرة كبيرة كلش على الأمريكان وعلى أهدافهم وأذنابهم الذين كانوا يدعمون هؤلاء، كانت كسرة كبيرة. فرأوا أن الحل الأسلم لهم حسب ما هم يروا أن يقتلوا هؤلاء القائدين، وهم لا يعرفون أن لمبادئ حشدنا وشيعتنا وناسنا أن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. استطاعت هذه الدماء الطاهرة من قبل التي سفكها الأمريكان وبكل غدر وانتهاك للسيادة العراقية، قتلوا الحاج قاسم سليماني وقتلوا الحاج أبو مهدي المهندس، ولم يعرفوا أن الدماء هي التي تقوي روحيتنا، ولم يعلموا أن الدماء تولد آلاف من القادة. واستطاع الحمد لله والشكر بعد 3 سنوات أن يقف الحشد الشعبي، ولحد هذه اللحظة وبكل قوة وبكل بسالة أبناء شعبنا العراقي شبابه وكهوله وحتى صغاره ونسائه مستعدون للشهادة ومستعدون للدفاع عن العراق. ليس قبل 2014 لم يكن الآن اسمح لي الوضع مثل قبل 2014. اسمح لي حاجة أبو ضياء أن نشرك معنا السيد عباس العرداوي مجددا، حياك الله سيد عباس، تأخرت على حضرتك. نتحدث اليوم عن أمريكا عندما قامت باغتيال الشهيدين. لو راجع أنه تصرفات أمريكا بعد احتلال العراق استخدمت القدم الخفية، لم تتبنى أي موضوع سوى تحريك الخيوط من الخارج، وبالتالي ما تبنت أي موضوع بشكل مباشر حتى في دخول داعش، في ورقة أوراق كثيرة مارستها بأسلوب القدم الخفية لا مجال لذكرها، ولكن اغتيال قادة الانتصارات كان بأمر مباشر حتى ليس من وزارة الدفاع بل من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب في وقته. طيب هذه المباشرة يعني أين نضعها في هذا السلم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك يا سيدي الكريم وإلى الأخ والمجاهد أبو ضياء الصغير وإلى جمهوركم ومتابعيكم الكرام. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية حينما قررت أن تقتل الشهيد قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس، هي ليس وليدة اللحظة وليس قرار ترامب فقط، إنما هو قرار مركون في الرئاسة الأمريكية بحسب تداعيات أحداث كثيرة. هذين الشهيدين البطلين ومن كان برفقتهم من قادة ومن أبطال، سواء كان بالمشهد السياسي أو المشهد الأمني، هم سبب رئيسي في إخفاق الولايات المتحدة في المنطقة، يعني في غرب آسيا بشكل كامل. فهم يتحدثون عن جنرال وقادة استطاعوا أن يذلوا الاحتلال الأمريكي ويقطعوا الطريق أمام القاعدة وعصاباتها ثم داعش وعصاباته، وحتى القوى السياسية التي كانت تسير بإرادة أمريكية أو على الأقل تقدير تستهوي الأجواء الأمريكية كانت تضعف أمام الإرادة السياسية لهذين القائدين. الحاج قاسم سليماني حاضر في المشهد وفي المنطقة من اليمن إلى غزة إلى سوريا إلى لبنان إلى البحرين إلى العراق، وواضحة جدا هذه المعالم ولا تخفى على أحد.
بالتالي قرار استهداف هذين القائدين لأنهما سبب رئيسي بتعطيل الوجود الأمريكي في المنطقة وتقليص وجوده وتضعيف وجوده الذي حاول أن يتمترس في المنطقة منذ تسعينيات القرن الماضي. لكن الإرادة الحقيقية والعمل الجاد والواضح جدا ونفاذ الأجندة لدى الولايات المتحدة الأمريكية حينما جاءت بأساطيلها كانت تظن أنها ستبقى كما بقيت في ألمانيا وغيرها من القواعد في الحرب العالمية الثانية، لكنها أدركت أن هذه الحقيقة لن تكون فغادرت في 2011. نعم لم تغادرنا اقتصاديا، لم تغادرنا سياسيا، لم تغادرنا بعصاباتها، دفعت ب 13 ألف مفخخة من خلال عصابات الإجرام ومن خلال خطط أمنية ومخابراتية، ودفعت بآلاف الأجساد العفنة للوهابية وغيرهم ليتفجروا في أزقة وأسواق العراق بشكل كامل. لم تستطع أن تنفذ هذه الأجندة. هنالك صلابة واضحة جدا. الذي يزيد هذا الموضوع ألما أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى حينما خططت أن تقاتل خارج بغداد وخارج العراق في سوريا أو في غيرها من الأماكن لتضعيف المنطقة واجهت هؤلاء القادة بشكل شجاع، ونتذكر العمليات الأساسية والمهمة التي قام بها الشهيد المهندس لحماية الحدود العراقية مع الجانب السوري بأكثر من 400 كيلومترا لتأمين الحدود وعدم تدفق الإرهابيين، فقطع الطريق من هذه المعادلة. كل هذه الانتصارات، وأنا أعتقد أنه من الطبيعي أن يذهب ترامب بحماقته إلى اتخاذ هذا القرار لأنه يعده الورقة الأخيرة. الولايات المتحدة الأمريكية عجزت عن مواجهة هذا الجنرال الذي كتبت عنه أنه لا بديل له. بالتالي هذه المؤشرات هي دفعت بالبيت الأبيض وترامب بحماقته بأن يذهب إلى هذه المعادلة الصعبة جدا والتي زلزلت المنطقة. وأعتقد اليوم بعد 3 سنوات لا زال هذا الموضوع قائما، ولا زال الشهيدين هم شهداء، هم أقوى أثرا على الولايات المتحدة الأمريكية من كونهم أحياء، لأنهم تسببوا بقرار في المنطقة أن تغادر غرب آسيا بشكل كامل الولايات المتحدة الأمريكية، وأن يكون قرار المقاومة وقرار الشعوب وقرار السياسيين هو المغادرة. لهذا صوت البرلمان العراقي على المغادرة، وخرجت التظاهرات المليونية على المغادرة، وتم استهداف وحرق أكبر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العالم في قلب بغداد. هذه كلها معادلة واضحة جدا تؤكد فشل الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الاغتيال. يعني نصل إلى هذا الزخم، إذا كانت هذه مقدمات فلا شك ولا ريب حاجة أبو ضياء أنه تكون هذه الاحتفالات في الذكرى الثالثة لاستشهاد قادة الانتصارات هي في ذات زخم الانتصارات، في ذات زخم المعارك. نلاحظ أنه في العراق، في إيران تقام مجالس التأبين والاحتفاليات التأبينية لهذين القائدين. ترى ما الذي يعني يدعونا بأن نرى بأنه احتفالات مركزية ليس ليوم واحد أو يومين، بل تمتد في اليوم الواحد عدد كبير من هذه الاحتفاليات، الغاية الأساسية من إقامة هكذا مجالس تأبين حسب وجهة نظر حضرتك؟ طبعا أكيد هذه المجالس أولا قبل استذكار الشهداء وشجاعتهم وانتصاراتهم والفضل علينا وعلى جميع دول المنطقة، ولكي نزداد عزيمة وقوة باستذكارهم، وكذلك هي مطالبة أخرى بعدما طالب الشعب العراقي قبل عدة سنوات ومستمر في هذا الطلب بإخراج قوات الاحتلال من بلدنا وترك العراق ليقود أبناء شعبه بنفسه من الناحية، حتى وصل يعني بشكل علني الناحية الاقتصادية والناحية السياسية والناحية العسكرية، ولا نحتاج إلى هذه القوات، فأبناء شعبنا هم من حققوا الانتصارات ولم يكن أحد له فضل علينا سوى، ونقولها بكل قوة بكل شجاعة، الحاج قاسم سليماني، هذا الرجل الوفي لبلده ولإسلامه ودينه وقيادته المباركة المتمثلة بإمامنا الخامنئي حفظ الله تعالى ورعاه، وكذلك أبناء الجنوب في لبنان، وأبناء شعبنا العزيز من لبنان، هؤلاء أصحاب الفضل علينا، ونجدد ويجددون أبناء شعبنا أولا إخراج المحتل من بلدنا وبكل قوة وبكل سرعة، وهو قانون سن عليه في البرلمان العراقي، ولكن للأسف الشديد ترك للسياسيين في حل هذه القضية، ولم نجد أي شيء لحد هذه اللحظة. أين محاكمة المجرمين الذين
قاموا بالعملية. وقد اعترف الرئيس الأمريكي والقيادات الأمريكية النجسة والعفنة في مقتل هؤلاء القادة. لم نسمع للأسف الشديد من الجانب العراقي سوى كلمات بسيطة جدا. في نفس الوقت كان الرئيس الأمريكي يتبجح ويقولها بكل قوة بكل صلافة، وهو انتهك حقوقنا هم في مقتل قادتنا وهم في انتهاك السيادة العراقية وفي جميع القضايا. هذه الاستذكارات من بعد تجديد العهد مع الشهداء وتجديد العهد مع ابناء شعبنا العراقي نزداد بها قوة وعزيمة وإصرار. طيب. ونتمنى من فخامة السيد رئيس الوزراء بحكومته إن شاء الله الجديدة، ونتمنى له الخير في ذلك، ونرجوه أن لا يغض البصر ولا يغض النظر عن مطالب الشعب العراقي منذ 2020 إلى هذه اللحظة. نعم. بطرد المحتل، وأين وصلت محاكمة المجرمين؟ نعم. ليس كما فعل السياسيون من قبله. الخطابات التي تتخلل هذه الاحتفاليات أيضا تطالب أو تطرح هذا المطلب، بالإضافة إلى تغيير السياسة الأمريكية في العراق وعدم انتهاجها هكذا حماقات وقرارات لا يعني تتجاوز على السيادة العراقية. طيب أستاذ عباس، يتحدث السيد أبو ضياء الصغير عن ازدياد محور المقاومة قوة وصلابة. طيب ما أرادته أمريكا، ما أراده ترامب، ما أرادته كل قوى الظلام أن تكسر محور المقاومة عبر اغتيالهما للشهيدين، ترى ما الذي جعل المحور أن يتمترس خلف هذه الدماء وتعطيه زخما أكبر؟ طبعا حماقة السياسة الأمريكية باختيار الأهداف وباستهدافها وعدم إدراكها وفهمها لقوة المقاومة الشيعية تحديدا والإسلامية بشكل عام وجهلها بهذه الخصوصية. أشار ضيفك الكريم إلى نقطة جدا مهمة ومحورية، وهي أن هذه المقاومة وهذه الشعوب وهذه الأمم هي تتخذ هي تستعد للتضحية، وهي تفتخر بالشهادة الواردة عن لسان أمتها الكرام حينما كتب موضوع الشهادة، ليس فقط بكتاباتها الآنية إنما بحاضرها وتاريخها وجوهرها بشكل كامل. فهي تستمد وجودها من الشهادة انطلاقا من الإمام الحسين عليه السلام وحتى الإمام الحجة ابن الحسن المهدي عليه السلام. هذه المعركة معركة قيم وأخلاق عليا جدا. الولايات المتحدة الأمريكية أخطأت حينما استهدفت هؤلاء الشهداء، لأنهم كانوا ينتظرون هذه اللحظة وكانوا ينتظرون هذه التوقيتات بألم كبير، لأنهم عانوا على مدى 40 عاما من مواجهة الباطل ونصرة المستضعفين، فبالتالي استحقاقهم الطبيعي هو الشهادة. بشهادة هؤلاء القادة وبترضخ دمائهم الطاهرة لأرض بغداد بثقت عشرات المجاميع والمؤسسات الفكرية والعلمية والثقافية والأدبية والعسكرية لتزداد صلابة على ما استشهد عليه، لأنها تؤكد أحقية هذا الهدف. في الولايات المتحدة الأمريكية خسرت كبيرا، وأنا ذكرت لك أنه كان أول القرارات هو مغادرتها لغرب آسيا، هذا يعني خسارتها لمحطة طاقة وأمن ومفصل جيوبوليتيك كلش مهم، وفضلا عن خسارتها لوجودها كأساطيل، 3 أساطيل لها في المنطقة، هي تسيطر على منابع الطاقة، تؤثر في تدفق الطاقة لأوروبا، تريد أن تقطع الطريق على الصين، هذه كلها كانت توفرها الأساطيل الموجودة. حينما استهدفت هذه الأساطيل وضربت لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية تضرب وتسكت بقواعدها التي كانت تعتقد أنها محصنة والتي كانت انها مانعه لاستهدافها، هنا يعني شعر المحور بشكل كامل بالنصر والعزه. نعم، هؤلاء هذه الدماء هي لم تكسر المحور بل زادته صلابه، وهذا هو الامر الطبيعي جدا بهذه الرساله وبهذه المقومات. طيب حاجه ابو ضياء، نتحدث ايضا عن تنسيق هذه الاحتفاليات في بغداد وصولا الى ذكرى ليله الاستشهاد، ما هي استعدادات الحشد الشعبي وكيف يتم تنسيق كل هذه الاحتفاليات سيما وأنها تتم التنسيق معه؟ طبعا هذه الاحتفالات ليست وليدة اليوم، فعلى الأقل منذ 2 أسبوع أو أكثر أنا واحد من الأشخاص
من آلاف الأشخاص الذين يتحركون من هنا وهناك. نعم. تحركت في محافظات كثيرة ووجهت دعوات كبيرة، والإعلام شاهد على ذلك أكثر من أسبوعين أو بداية الشهر 12 إلى الآن مستمرة، والمتوقع إلى نهاية الشهر الواحد على الأقل. هذه الرسمية، أما الجماهيرية أو العفوية التي تصدر من أبناء شعبنا من هذه الحسينية أو هذا الموكب أو هذا التجمع أو هذا الملعب أو العشيرة الفلانية أو المضايف الكريمة من عشائرنا الكريمة في عراقنا الحبيب، مستمرة وبكل قوة وبكل شفافية، ويتعامل الكل بتنسيق تام وتفاهم تام. وأكيد كان دور كبير للحشد الشعبي في إدارة أكثر هذه الاحتفالات، أكيد المشاركة شبه مطلقة مع الكل، ومساعدة بعض القضايا الإعلامية في كذلك في بعض القضايا. والحمد لله باعتبار الشعب العراقي مع الحشد الشعبي يعيش حالة واحدة، وأبناء الحشد الشعبي لا يعتبرون نفسهم جزء خارج عن الشعب العراقي، فهم وليد من الشعب العراقي، وهذا دليل سر وانتصار الحشد الشعبي، لأنه متماسك مع شعبه ومتواصل مع شعبه في كل المجالات، ليس فقط في مجال الاحتفالات أو في مجال الجانب العسكري والوصل الخدمي وكثير من القضايا الحمد لله. وهذا التنسيق دل على حرص الجميع من أجل الثار ولشهدائنا الأبرار، وأكيد لإدامة هذا النصر العظيم الذي تحقق لعراقنا. يجب أن يستمر هذا التفاهم، والحمد لله متواجد، ولم أشعر في يوم من الأيام يوجد خلاف بين هذه الجهة أو هذه العشيرة أو هذه المنطقة، والكل يهدف إلى نصرة مذهبنا وعراقنا. أشكرك شكرا جزيلا الحاج أبو ضياء الصغير القيادي في الحشد الشعبي، شكرا جزيلا لحضورك معنا في الاستوديو، وأتمنى بقائك معي أرسال عباس العرداوي كي نتابع بعد الفاصل مشاهدي الأحبة. حياك. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبه، وجدت ترحابي بضيفي الكريم المحلل السياسي الاستاذ عباس العرداوي، وكذلك ارحب بضيفي الكريم في الاستوديو الدكتور صفوان قصي الخبير الاقتصادي والمالي. حياك الله دكتور. اهلا وسهلا دكتور صفوان. اسال حضرتك عن موازنه 23، يبدو ان التحديات بدات تزداد امامها شيئا فشيئا، خصوصا مع صعود الدولار، المنهاج الوزاري، الاعباء التي تضاف على الحكومه، الاجتماع الاخير الذي اطلق التعيينات، تثبيت العقود، كل هذه المسائل يجب أن تراعى في الموازنة، بالتالي مرتبطين بفترة زمنية، كيف تنظر إلى كل هذه العلاقات الارتباطية؟ يعني من الواضح أن 2023 العراق يمتلك نقطة قوة، أنه تم تصفير ديون الكويت، هناك 3% من الإيرادات الإضافية يمكن أن تظهر في موازنة 2023، وكذلك أن أسعار النفط بدأت تتصاعد بشكل واضح، يعني اليوم بدأت وصلت إلى 86 دولار، وهي أقل، يعني حاليا هي أقل من سعر الغاز، أقل من سعر الفحم. يعني لو قارنا سعر النفط الخام بالغاز والغاز والفحم، يمكن أن تذهب الأسعار إلى 193 دولار أو إلى 300 دولار خلال 2023، خاصة أن العقوبات الأمريكية تجاه الروبل، وأيضا محاولة قطع الغاز والنفط الروسي تجاه أوروبا، كلها نقاط يمكن أن تعزز إيرادات العراق النفطية. مع ذلك العراق يمكن أن يبني موازنته على أسس تحفظية بمعدل 65 دولار إلى 72 دولار. الموازنة ستكون يعني أولوياتها الوقاية من الفساد، فهناك استثمارات حكومية ستذهب باتجاه حوكمة جميع الإجراءات، سواء كانت بالجمارك، بالضرائب،
وحتى وقود السيارات أن يتم التحول إلى موضوع الشمول المالي وعدم يعني طلب الخدمات الحكومية نقدا وإنما من خلال منظومات إلكترونية. فعملية تطويق الفساد الداخلي ومحاولة استرداد الأموال التي هربت من خلال شركات التدقيق العالمية يمكن أن تكون إضافة في موازنة 2023. نعم هناك يعني العقود والإضافات التي حدثت بالآونة الأخيرة أكثر من 500 ألف درجة وظيفية، في حين أن الموازنة كانت يفترض أن تبنى على 150 ألف درجة وظيفية. فوزارة المالية معنية بتوفير التخصيصات اللازمة لهؤلاء على أن يكون هناك يعني عملية إحلال إذا كانت الوحدة الحكومية تحتاج هؤلاء، وإذا كانت هناك فائض من خلال طبعا مجلس الخدمة الاتحادي يمكن أن يدعم صندوق تنمية العراق، أيضا سيكون حاضر في موازنة 2023 على أساس أن القطاع الخاص هو الذي يخلق الإيرادات بطريقة مستدامة، تمويل حكومي وأنشطة تمول من قبل القطاع الخاص لكي يكون لدينا قطاع خاص ينمو وبإيرادات مستدامة. أيضا موازنة 2023 لديها أكثر من 600 برنامج وضعت على أساس أولوية حكومة السوداني في محاربة البطالة والفقر، فباعتقادي 140 تريليون ستكون كافية لتحقيق جزء من هذه الأهداف. طبعا أهداف حكومة السوداني تمتد إلى 3 سنوات 23 24 و 25، فتم تقسيم هذه الأهداف ضمن جدول زمني وتم المصادقة عليه من مجلس الوزراء، ووزارة المالية تقوم برصد الأموال الكافية لتحقيق هذه الأهداف. دكتور خلينا ننتقل للأستاذ عباس العرداوي. أستاذ عباس، نتحدث اليوم عن ما صرحت به وزيرة المالية بأن الموازنة لم ترسل إلى مجلس الوزراء كي يتمكن من إرسالها إلى مجلس النواب، بالتالي أنه هذه الإضافات، الدرجات الوظيفية، الموازنات التشغيلية كلها بحاجة إلى مراجعة وتأخذ وقت. وأيضا السيد معين الكاظمي في تصريح أو إلى أو تغريدة أنه توقع وصول موازنة 2023 إلى البرلمان، عندما تصل البرلمان سيكون بحاجة إلى شهرين على أقل تقدير لدراستها والمصادقة عليها. هنا نتحدث عن الفترات الزمنية وحاجة المواطن وتلبية حاجاته من خلال حكومة الخدمات وارتباطها بهذه الموازنة. نقدر ندير الوقت بصورة صحيحة؟ نعم، شكرا لضيفك الكريم وترحابا به. قضية الموازنة هنالك كثير من القوى النيابية اليوم تستعجل الحكومة بموضوع إرسال الموازنة وإقرارها، لكن أعتقد كما أشار ضيفك في موضوع التوازنات وموضوع الأسعار، الحكومة تعيد الكثير من حساباتها، لا سيما أنها اليوم تضع مثلا سعر الدولار وعملية التذبذب التي حصلت خلال الأيام الماضية من أولوياتها، عملية الاستقرار لأسعار النفط، تسعيرة النفط بشكل كامل وتقديري، نسبة الفائض من الموازنة دائما يهمل ولا يعني يتم التركيز عليه، في حينه قد يشكل رقما كبيرا جدا مثل ما صنف بالأمن الغذائي بالحكومة السابقة. قضية الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة وأثره على أبواب الموازنة نفسها، قضية إضافة المحاضرين والعقود والأجور التي وعد بها السيد رئيس الحكومة، كل هذه هي محل تفصيل، لكن لا أعتقد أنها تستحق أكثر من شهرا من الدراسة والتقييم. كذلك أنه كنا ندرك أنه من خلال بدخول السنة القادمة واحد يبدأ التعامل بمبدأ 1 على 12، تقرر الموازنة ثم يبدأ إرسال الملحقات أو غيرها، لكن على الأغلب أنا لا يعني متفائل أنه لا تتأخر الأمور نحو شباط، سوف تنتهي قد يعني بنهاية شهر الواحد، وبالتالي هذه ستسمح للحكومة بالذهاب كثيرا بالموازنة في موازنات التشغيلية والاستثمارية وإبداء المرونة بشكل كامل، لأن هنالك ترقب واضح جدا
لكل أبناء المجتمع العراقي، ولا سيما على مستوى المستثمري وعلى مستوى التقدم العمراني والمشروع الذي طرح بمنهاج الحكومي المتعلق بإعادة تهيئة البنى التحتية، إعادة تقديم الخدمات. لا سيما أن الحكومة هي أصلا تطلق على نفسها حكومة خدمة، كل هذه تحتاج إلى إطلاق الأموال، وهذا الموضوع محل ترقب. نعم الضغط السياسي سيكون حاصلا، وهذا موضوع جدا طبيعي في كل الحكومات شهدناه وفي كل الوزارات، لكن أعتقد هنالك أيضا تيار سياسي كبير يعني من كل المكونات، هو يريد أن تمر الموازنة بأسرع وقت لإدامة التوازنات. أيضا هنالك رأي لدى بعض الاقتصاديين، وهذا ليس يعني الموضوع متروك للأستاذ صفوان تقييمه، أنه قد تكون هنالك مصلحة بتأخير الموازنة شيئا ما لحين استقرار الأسعار، لكن الدعوات الآن هي للذهاب باتجاه دفع بالموازنة وقراءتها بشكل سريع. طيب دكتور صفوان، يعني هل من الممكن أن نشهد إتمام الموازنة في مجلس الوزراء وإرسالها إلى البرلمان عند بداية الفصل التشريعي الجديد؟ وكيف ننظر أيضا إلى قضية يعني تخصيص الموازنة أو ارتكازها على سعر النفط وسعر الصرف للدولار؟ يعني من الواضح أن هذه الموازنة ستأتي في ظرف مالي جيد، لدينا فائض مدور من 2022 يزداد عن 20 مليار دولار، من الممكن أن يذهب باتجاه صندوق أعمار المدن المدمرة، وكذلك تسوية مستحقات البترودولار، وكذلك إمكانية أن يكون لدينا استثمار في صندوق تنمية العراق، بمعنى أن عملية تحقيق أهداف المحافظات، ممثلين الشعب طبعا بالتأكيد يفكرون في مصلحة ناخبيهم، فعملية وجود وفرة مالية تلبي طلبات ممثلين الشعب باعتقادي ستختصر الزمن، زائدا أن أولويات الحكومة تم المصادقة عليها من مجلس النواب الحالي، والبرامج هي مكملة لتلبية هذه الأولويات. فعمليا عندما يكون هناك أكثر من 600 برنامج يلبي محاربة الفقر والبطالة وأيضا مكافحة الفساد، باعتقادي ستمر العلاقة بين الإقليم والمركز من حيث إيرادات النفط الإضافية، يعني ما فوق $70 إذا أقر $70 يمكن إضافة بند، بأن الإقليم يستحق المبالغ الإضافية كتسوية مالية، مع أن يكون لدينا يعني تسليم لإيرادات النفط داخل حدود الإقليم إلى شركة سومو، أو يكون هناك شراء من شركة سومو لنفط الإقليم ومن ثم إعادة بيعه من أجل توحيد الدخل على مستوى جميع المحافظات والإقليم. كذلك نافذة تسوية المستحقات البيشمركة أو قوات الأمن داخل حدود الإقليم، من الممكن أيضا تسويتها. فالوفرة المالية مناسبة لحل جميع الإشكاليات، لكن علينا أن نضع الموازنة الاستثمارية هي الأولوية الأولى لخلق فرص عمل وتحويل الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد منتج لا يعتمد على إيرادات النفط، على الرغم من أهميتها، لكن عملية إكمال المدن الصناعية، إكمال ميناء الفاو، ربطه بالاتحاد الأوروبي، كلما عززنا جانب تنويع الاقتصادي كلما كانت لدينا إيرادات مستدامة. لا نفكر فقط في حل الإشكاليات الخدمية الحالية، وإنما نظرة مستقبلية لخلق فرص عمل للشباب العاطل، وأيضا برامج التعليم يفترض أن تدعم لكي يكون لدينا شباب عراقي يمتلك مؤهلات العمل في السوق القطاع الخاص النظامي. طيب أستاذ عباس، رغم ما يشير إلى الدكتور صفوان قصي من وجود يعني موازنة قسم تشغيلي كبير منها وفرص العمل والدرجات الوظيفية، ولكن أيضا يركز على الجانب الاستثماري، ما رأيك بالجوانب الاستثمارية اللي خلتها الحكومة ضمن سلم الأولويات؟ وأضف إلى ذلك الجوانب الاستثمارية الاستراتيجية كما أشار الدكتور صفوان، كميناء الفاو وغيرها من هذه المشاريع التي لا تكفيها موازنة واحدة، بالتالي هل نستطيع ترتيب الأولويات وفق جدول زمني وموازنة أعدت لسنة واحدة؟ لا شك أن الظرف السياسي والاقتصادي هو مؤاتي جدا لإطلاق حملة الإعمار والبداية
إعادة تصحيح المسار على مستوى بناء العراق بنى تحتية وخطط استراتيجية وخطط تكتيكية. يعني مثلا تعبيد الطرق، تهيئة الشوارع، هذه قد تكون تكتيكية، لكن نحن نتحدث عن مشاريع استراتيجية متعلقة بسكك الحديد، ربطنا بمشروع الصيني مثلا، طريق الحرير. العراق يدرس أولوياته في ذلك بشكل كامل، القناة الجافة، ميناء الفاو، كل هذه معطيات مهمة جدا، إنشاء السدود، كلها مهمة حقيقة وتستحق أن تنطلق بقوة ما دام هنالك تفاؤل جدا عالي بالاستقرار السياسي الممنوح للحكومة وبالوفرة المالية المتوفرة، فضلا عن الغفلة الإقليمية عن العراق بسبب الضغوط، الحرب الأوكرانية، تراجع الولايات المتحدة الأمريكية، تصالح إيران والسعودية، تفاهمات على مستوى المنطقة. هذه كلها رسائل مهمة جدا، يعني العراق ليس بمأزل على المنطقة، فبالتالي هذه مهمة جدا أن ينطلق العراق نحو ذلك. نعم، قد لا تكون عمر الحكومة يسمح بذلك، لكنه على أقل تقدير سيضع أساس مهم جدا لأي حكومة قادمة في أن تذهب لاتجاه إكمال المشروع. عملية إكمال الطرق وتهيئة المشاريع الاستراتيجية هي تعطي رسالة تفاؤل أيضا للمواطن. المواطن قد ينتظر إنشاء مدرسة خلال عام، لكن أن تبادر أنت بالعمل من اللحظة الأولى، هذا راح ينطي مساحة من التعاطي، فضلا عن نقطة أشار لها ضيفك هي موضوع تفكيك المشاكل وتصفير المشاكل مع الإقليم، وهذه أيضا رسالة سياسية واقتصادية مهمة جدا، لأنها ستنعكس على بيئة تسمح للحكومة في أن ترفد نفسها بإنجازات على الأرض. أيضا الحكومة أمامها مشاريع شبه منجزة ولكنها معطلة بسبب التخطيط والإدارة وعدم التفاعل الحقيقي. لدينا عشرات المشاريع، وأنا متفائل جدا أنه خلال 6 أشهر من العام القادم إن شاء الله، من عام 23، سيشهد انطلاق آلاف المشاريع، آلاف المنجزات على الأرض، مستشفيات ومدارس ومصانع وغيرها. هذه أغلبها لديها نسبة إنجاز عالية ولكنها معطلة، أما بالتسليم أو بنسبة إنجاز تجاوزت 90%، مرة بسبب سياسة التقشف، مرة بسبب انخفاض أسعار النفط، مرة بسبب إهمال ذلك من قبل الحكومات وعدم التواصل. تعرف أن حكومة الكاظمي أهملت المحافظات لمدة سنتين، يعني السيد محمد الشاح حينما التقى بالمحافظين تفاجأ أنه منذ سنتين لم يلتقهم رئيس الحكومة السابق، هذا خطأ جدا وخطر في نفس التوقيت، لأن المحافظ ليس لديه مجلس محافظة باعتبار أنه تم حله سابقا ولا يوجد عليه رقيب ولم تتواصل مع الحكومة المركزية، فبالتالي تراكم لعدد كبير من المشاكل، وهذه كلها تحتاج إلى حلول سريعة ونفس التوقيت تحتاج إلى رسم استراتيجيات واضحة. طيب دكتور صفار، راح نستمر بالصرف 1/12 وفقط تشغيلية لحين إقرار الموازنة، ما دام احنا بدأنا بعام جديد. يعني حاليا نعم لا توجد لدينا موازنة مقررة، فالإنفاق سيستمر التشغيلي على أساس الإنفاق الفعلي لسنة 2022. طبعا 2022 تم تعزيز مستوى الإنفاق ب 25 تريليون عن طريق قانون الأمن الغذائي، صرف قسم منها ودور القسم الآخر ل 2023 8 تريليون جاهزة لتنمية الأقاليم، فهي ستحرك سوق العمل، خاصة أنها ستذهب إلى مشاريع خدمية على التماس بحياة المواطنين. متوقع أن الموازنة تقر في شباط من العام القادم. بالتأكيد الإنفاق الاستثماري يجب عدم تعطيله بالتلكؤ في إقرار الموازنة، لأنه يمثل حالة من الاستدامة المالية. نعم الاقتصاد العراقي استفاد من عدم وجود موازنة خلال 2022، لأن إيرادات النفط لم تنفق بالكامل، فدورت من خلال قانون الإدارة المالية إلى 2023، لكن معدل البطالة ومعدل الفقر ارتفع خلال هذه الفترة، فعلينا إعادة النظر برواتب الرعاية الاجتماعية وشمول عدد أكبر بالرعاية، وكذلك الحد من البطالة من خلال ربط الضرائب بالبطالة، بحيث يكون هناك إعفاءات ضريبية إضافية لمن يقوم بتشغيل العراقيين. وزارة العمل الآن تدرس إمكانية إحلال العمالة العراقية مقابل العمالة الأجنبية، أكثر من 700,000 عامل أجنبي غير ماهر موجود في العراق، فكلما أتقنا عملية التوظيف للأجانب في حالة عجز العراقيين عن أداء هذه الوظيفة، كلما خلقنا حالة من توظيف الشباب. حكومة السوداني لديها برامج استثمارية
حقيقة يمكن أن تمول من خلال القطاع المالي المصرفي، يعني لا نعتمد فقط على إيرادات الموازنة في عملية التمويل، وإنما يكون هناك شركاء من داخل العراق، سواء المصارف العراقية العامة أو الخاصة أو سوق العراق الأوراق المالية. ميناء الفاو يحتاج إلى 6 مليار دولار، في حين أن الأموال المنهوبة تقدر ب 150 مليار دولار. فلو استطعنا استرداد جزء من هذه الأموال لأمنا يعني تمويل ميناء الفاو وربطه بالاتحاد الأوروبي بمنظومة من القطارات والطرق تحتاج إلى 50 مليار دولار. فعملية وجود نافذة لاسترداد أموال الفاسدين ستؤمن هذا التمويل الذي سينقل الاقتصاد العراقي من اقتصاد محلي إلى اقتصاد عالمي. وطبعا لدينا يعني الآن مقبولية على مستوى دول الخليج خلال مؤتمر الرياض بالشراكة مع الصين، وكذلك لدينا مؤتمر بغداد بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي. فإذا نجحت حكومة السوداني في الإبقاء في بقاء في منطقة التوازن، باعتقادي سنشهد حالة من التطور الإيجابي خلال 2023. أشكرك شكرا جزيلا دكتور صفوان قصي الخبير المالي والاقتصادي، أثرت الحوار في هذا الملف. وشكر كثير لحضرتك الأستاذ عباس العرداوي المحلل السياسي في الملفين، رافقتنا وأثرت الحوار. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.